لكن لماذا وصل الحال إلى هذا التشاؤم بعد أسابيع من الاعتقاد أن الاتفاق أصبح قريبا جدا؟ يقول مسؤول إسرائيلي لول ستريت جورنال إن بايدن رفض التفاوض على وقف التحقيق في مواقع إيرانية عثر فيها على أثار يورانيوم، إضافة إلى أنه اتفق على إلزام إيران بإزالة المئات من أجهزة الطرد المركزي. ويضيف المسؤول الإسرائيلي أن بايدن أبلغ لابيد أن إسرائيل لن تكون مقيدة بضرب برنامج إيران النووي أو أي أهداف إيرانية في سوريا. يقول عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني محمود عباس زادة إن الشعب لن يقبل أي اتفاق يحرم إيران من الامتيازات التي تريدها، وأضاف إن بلاده تحتفظ بخيارات أخرى على الطاولة في حال ما طال الغرب في الاتفاق. وتعاني مشاهدين طهران من أزمة اقتصادية بفعل العقوبات الأمريكية التي وضعت الاقتصاد أمام ضغوط هائلة. فحسب البيانات الرسمية تخسر طهران سنويا 15 مليار دولار بسبب الحظر المفروض على نفطها فقط، بعيدا عن القطاعات الأخرى المعاقبة. مع ذلك تواصل إسرائيل الضغط، فيقول رئيس الوزراء يائير لابيد إن إسرائيل تجري حملة مكثفة لمنع التوقيع على اتفاق نووي مع إيران، وصفه بالخطير، مشيرا إلى أن رئيس جهاز الاستخبارات سيسافر إلى واشنطن لعقد لقاءات تهدف إلى شرح موقف إسرائيل للإدارة الأمريكية حول المخاطر التي تكمن في الاتفاق. ويرى لابيد أن سياسة حكومته المتمثلة في الاستمرار بممارسة الضغوط ضد الاتفاق وتقديم معلومات استخباراتية موثوق بها دون تخريب العلاقات مع الولايات المتحدة بأنها هي السياسة الصحيحة. ويقول إنه عندما أصرت إسرائيل في العام 2015 على الدخول في خلاف غير مبرر مع الإدارة الأمريكية تكلل هذا بفشل ذريع. يضيف أن الطرف الأمريكي توقف عن الاستماع لإسرائيل، وهو ما أدى في نهاية المطاف إلى اتفاق سيء مع إيران. ندير حملة مكثفة هدفها منع توقيع اتفاق نووي خطير بين إيران والقوى العالمية. بعد حديثي مع الرئيس بايدن سيتوجه رئيس الموساد يوم الأربعاء إلى واشنطن لعقد سلسلة من الاجتماعات بهدف توضيح موقفنا للأمريكيين والمخاطر الكبيرة بحال توقيع الاتفاق النووي. يقول لابيد إنه يريد تجنب سيناريو عام 2015، فما الذي حدث آنذاك؟ حينها شن رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو هجوماً على الاتفاق أدى لتوتر العلاقات مع إدارة باراك أوباما آنذاك. واتهم البيت الأبيض حينها إسرائيل بتشويه موقفها في المحادثات النووية مع إيران من خلال تسريب معلومات غير دقيقة، وهو ما زاد حدة التوتر النادر بين البلدين. عبرت الإدارة الأمريكية عن غضبها لتحديد كلمة لنتنياهو أمام الكونغرس بشأن الاتفاق من دون علمها في البداية. وقال لاحقا وزير الخارجية الأمريكي السابق جون كيري إن منتقدي الاتفاق لا يعرفون عما يتحدثون. ومع ذلك قال نتنياهو أمام الكونغرس في ذلك الوقت إن الاتفاق سيترك إيران مع برنامج نووي واسع النطاق ويمهد لها الطريق في امتلاك قنبلة ذرية. لم يتوقف الأمر عند ذلك، بل تم اتهام إسرائيل أيضا وفقا لتقارير صحفية أمريكية بالتجسس على اجتماعات سرية لأمريكا مع دول الغرب لمناقشة ملف إيران النووي. ورغم نفي إسرائيل لواقع التجسس، إلا أن هذه التطورات وضعت إطارا لما وصلت إليه التوترات بين نتنياهو وأوباما حيال ملفات التفاوض مع إيران وعمليات السلام. I deeply regret that some perceive my being here as political. That was never my intention. I want to thank you, Democrats and Republicans, for your common support for Israel, year after year, decade after decade. The Prime Minister didn't offer any viable alternatives. So let's be clear about what exactly the central concern should be, both for the United States and for Israel.